السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو روتين ديال النهار كامل، ولكن قبل ما نبدا نقول لكم شكرا لكم كاملين على التعاليق الزوينه اللي كتخليو في حقي الهلا يخطيكم عليا، والله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم البنات. والله الا نتوما على قبلكم انا مازال هنا، اما هاد القناه ما بغاتش تطلع. ما عرفتش علاش بزاف ديال الناس كيتفرجوا فيا وما كيديروش لايك وما كيشتركوش معايا في القناه، مع العلم انهم ديما كيتفرجوا فيا. المهم ما نطولش عليكم بزاف وخليكم معايا مع الروتين ديال اليوم، وخليكم غنوريكم واحد البلاصه واعره تديو ليها وليداتكم بالثمن جد مناسب. المهم هنا يلا لقيتوني فقط شربت قهيوه، صليت، قريت ما تيسر من القران، الله يتقبل. ودابا اختي دخلنا الكوزينه، خليكم معايا. لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم اليوم في روتين جديد، كنتمنى انه يعجبكم. وكيف ما كتشوفوا معايا بديت اختي بالعجينه والطاجين. ولكن قبل ما نبدا نقول لكم لاول مره كتشوف قناتي معك هاجر، مرحبا بك، كنتمنى من قلبي انك تشتركي معايا في القناه باش دائما توصلي بالجديد ديالي. يلا البنات ما بقى لي والو، راه 10 كا عاوني باش نكملها. ايوا صافي، دابا ندوزو معاكم الروتين شنو غادي ندير فيه. اول حاجه بديت بها من فقط فيقت وليداتي صيفطو للمدرسه، صليت، الله يتقبل، قريت شويه القران الحمد لله. ودابا اختي دزت للكوزينه، قبل ما ندوز للكوزينه اختي دزت البيجامه نقيه، درت واحد الماكياج خفيف ظريف هكا باش انا جاي مونطر على غفله، المهم القنيت انا نقيه ماشي غارقه اختي في الكوزينه وفي الروينه. صافي شنو اخر غادي نقول لكم؟ صافي ما بقى ما يتقال، دابا غادي ندوزو للعجينه. كيف ما شفتوا معايا بديت بالخبز هو الاول والطاجين، وصافي هنا بديت بالطاجين هو الاول كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، باش هكا كنحيد عليا الغداء البنات، خصوصا الا ما فقتش بكري، يعني بعض المرات كنفيق وكنبدا في الكوزين، كنبدا يعني كنصاوب الدار كنجمع عاد كندخل نطيب، ولكن ملي كنفيق شويه معطله فضروري خصني نسبق الغداء هو الاول، حيت انا الزوج الكريم يقدر يجي يعني في اي وقت بغا يقدر يجي يتغدى، يعني يقدر يجي مع الوحده 12 المهم من 12 الفوق يقدر يجي. علاش؟ لاننا حنا دايرين داك الصيام متقطع البنات، كيجيني الجوع يعني خصني نتغدى على بكري، ما نعطلش بزاف الغداء حيت ما كنفطروش. المهم بالنسبه للغداء، الناس اللي كيقولوا لي الصيام متقطع شنو كتاكلي فيه؟ اختي انا كنقدر ناكل اي حاجه بغيتها بالنظام، باش نقول لك بحال هكا دابا مثلا غندير الطاجين غناكل طويجين، نقدر ناكلو غير بالفرشات، نقدر ناكل مع ربيع ديال الخبز ديال الزرع كيف ما شفتو معايا، الزرع عجنتو دابا ولكن درت فيه شويه ديال الدقيق الابيض حيت ملي كندير الزرع بوحدو كيجي قاصح ما يتكلش. صافي هنا كيف ما شفتو معايا درت الحيمه هي الاولى مع البصله وشويه ديال العطريه، وصديت على الطويجين ديالي. ضروري البنات من تبغوا ديروا الطاجين تقطعوا الحيمه شويه صغيره باش هكا دغيا يدخلها الطياب. صراحه انا ولا عندي معتمد الطواجن يوميا كيعجبوني كنديرهم بزاف، مره كنبغي نتهلا في راسي كندير سالاد مثلا مع قطبان ديال الدجاج مع ستيك، المهم كفيته، المهم هذاك الشيء بوحدو. انا كندوي لكم على الطويجنات راهم ساهلين وكلشي كياكل فيهم يعني وزوينين. صافي عجنت الخبيزات ديالي قطعتهم وفندتهم يعني في القمح وغطيتهم بداك المنديل كيف ما شفتو معايا. ودابا دزت اختي نحيد المعينات من لافيسيل، بزاف ديال التساؤلات كيجيوني على لافيسيل، البنات كيقولوا لي راه كتاخذ ليهم الملح بزاف، حتى انا حبيبه ديالي كدير ليا الملحه يعني تقريبا 20 يوم كتطلب ليا الملحه. علاش؟ لانني كنغسل بها تقريبا كل نهار، مره في النهار يعني كل نهار مره، ماشي ما كنغسلش بها يعني الفطور الغداء لا، كنجمع فيها المعينات ديال النهار كامل هكا وكن صافي وكنغسل لهم فيها. داكشي علاش كطلبنا وقيله الملحه حيت كنستعملوها كل نهار. صافي من بعد اختي دزت باش ندير اللاطه ديالي في الفران. المهم انا زربت لكم شويه هكا المقاطع باش ما يجيكمش الفيديو طويل ويجي ممل. بالنسبه لي انا عندي واحد لاستيس باش كيخمر الخبز دغيا، كنسخن الفران وكنحط اللاطات فوق منه هكا دغيا البنات كيسخن. صافي هادو هما الخبيزات ديالي جاو كيحمقوا، المهم حيدت عليا الغداء، حيدت عليا الخبز، جمعت بيت نعاس، درت لي شويه ديال المعطر الجو، هاد معطر الجو فن البنات، رغبه زوينه بزاف. صافي ونفستو، راه كنت حليتو راه مني فقت هو محلول، دابا صافي سديتو حيت من كنتغدى غادي نعس ولدي واحد شويه. ودابا اختي غنبدا لكم بالروتين ديال الدار.
مهم انا الا لاحظتوا البنات راني كنصور لكم داك الشيء ايتاب باغ ايتاب، ولكن انا في شقايا في الدار انا راني كان درت الطاجين واللحم، درت الخبز، جمعت الماء في لافيسير، خرجت جمعت الدار، يعني كل داك الشيء كامل انا كنديرو يعني يدهنا ويدهنا ويدهنا. اما الا جيت نمشي على هذا السيستم اللي انا دايره لكم هكا في المونتاج راه صعيب بزاف. هذا الشيء كنديرو غير ملي كنبغي ندير لكم المونتاج باش كيبقى لكم الفيديو مقاد. مهم هنا وريتكم باللي زعما راه الصالون كيصبح لي انا نقي، كيصبح مقاد واخا كنبرك فيه مثلا كنشرب فيه قهوه بليلي ديال اتاي، ولكن كيصبح نقي. داك الجهه اللي اون فاس معانا دابا غتبان لكم شويه مخربقه، راه كنوريها لكم، والمخاد ديالها مخربقين وصافي وما ملمطاش ما مجبطاش مزيان في التلميطه. اما هو راه كيصبح نقي البنات، ما كيترونش بحال اللي كيترون ليا مثلا السيجور ولا مثلا بيت الوليدات، هذوك كيترونوا بزاف ما نديروش على المهم بيت نعاس عندك بيت الوليدات كوزينه، المهم هذاك النص ديال الدار عندي كيترون. ايوا صافي هذا مكان. دابا اختي دزت غادي نجمع السيجور، هانا داوين عليه شوفي ليا السيجور حالته. ايوا صافي اختي غادي نجمع السيجور. وهنا بغيت نسولكم البنات شنو هما النوع ديال الفيديوهات اللي كيعجبكم نتشاركوا معكم، واش بحال الفيديو اللي حطيت لكم يعني من قبل ديال هكا نتشارك معكم محلات. الصراحه وليت كنتقدم لواحد المحلات حويجات فنيين كيجيو راقيين في اللبسه ديالهم، ومهم غنتشارك معكم ان شاء الله شنو خديت. تقديت شي حويجات زوينين من المحل اللي كنت فيه يعني اللي تشاركت معكم، خديت من عندها واحد لونسومبل زوينه ان شاء الله كيف ما قلت لكم غادي نوريهم ليكم. ايوا صافي اختي قولوا لي دابا شنو كيعجبكم، شنو كيعجبكم نتشارك معكم، يعني واش فلوغ واش هكا روتينات. صراحه الروتينات صعب 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 بزاف البنات، لا في التصوير ولا في المونتاج ولا في كل شيء، والله القسم الا من الصبح وانا كندير لكم في المونتاج وكنمسح وكنعاود زعما ما نكذبش عليكم الصعيب. كيف ما قلت لكم في الاول لان فاش كنكونوا كنشقى كنصور كل بلاصه فيها مقطع، مثلا هنا في الصالون انا في الكوزينه انا، ومني كنبغي ندير المونتاج خصني نجمع لكم داك مقطع كامل في لقطه واحده. واش فهمتوا البنات؟ المهم نتمنى تكونوا فهمتوا، الناس اللي عندهم يوتيوب راه غاديين يفهموني اشنو كنقول. صافي كيف ما العاده دوزت مسحت شويه ديال الغبره، دوزت السبيراتور، انا ما درتش داك الميناج الكبير حتى كتجي واحد المراه مسكينه وكتعاونني، يعني كنتعاونوا انا وياها وكنديروا الميناج الكبير. هنا وريتكم بلي تدوش حتى هو غسلته، المهم نقيت الدنيا كامله. هاد المقطع ديال الدوش راه كنت صوبته انا بالليل قبل ما ننعس، غسلت الدوش يعني فاش فقت الصباح درت لي غير تدويزه خفيفه ظريفه، يعني هادشي اللي كاين. صافي هنا دوزت هاد الشفاف هذا راه كيحمق البنات، لقيتو خذوه راه كينفع بزاف بزاف. وهنا كنت ساليت الروتين ديالي وكنت جمعت داري. صراحه ملي كتجمعي الدار كتحسي بواحد النفسيه رائعه، وكندوز ندير اختي شويه ديال البخور على الدار كلها باش كنبقى نشم ريحه العود. بطبيعه الحال ملي كديري البخور راه كتحيدي ريحه الطياب اللي كتكوني طيبتي وداك الشيء. صافي هنا مول الدار كان جا سخنت طويجين، هذا هو الشكل ديالو، درت فيه خطيره كامله، جا الطاجين ديال العربيه البنات، جا داك الطاجين ديال الطريق ملي كتكونوا غادي مسافرين وكتاخذوا في لي ريستورون في الطريق. ايوا هذا ايوا هذا اختي كيجي بحالو. وهنا غندوز نوريكم شنو درت في السلطه بخفان زربان، خديت شويه ديال الخس كنقطعو كنسلق شويه ديال البطاطا. المهم البنات هاد السلطه هادي نوعو فيها وشكلو فيها كيف ما بغيتو، درت فيها هكا بصيله، عندكم طوماط سوغيز كتجي احسن من هذه، انا ما كتعجبنيش في الماكله ولكن كتعجبني في الشكل طوماط سوغيز، هذه اللي كتعجبني ناكلها. صافي كنزيد شويه ديال البطاطا، خيزو، عندكم اللوبيا، عندكم جلبانه، مايس، اللي عندكم البنات وضفوه في هاد السلطه. صافي كتجي زوينه بزاف، تغدينا الحمد لله والله يخلف، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ومن بعد ما تغديت اختي مشيت تكيت شويه، هبطت الريدوات كيف ما كتشوفوا ديال الدار كامله، وتكيت شويه حتى جا وليداتي وديتهم لواحد البلاصه. لاباس دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم انا من الفيرما اللي كاينه في بوسكوره، غنقول لكم كي دايرين لاباس. اللي اول مره كتشوف قناتي معك هاجر اختي من قناه ام ريان، اش رايان العريض. المهم انا نديكم نوريكم هذه الفيرما شنو فيها، انا غاده بكم تشوفوا اللعاب هانتوما دار فيهم الالعاب. شوف 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 بكيرات، اجي شوفوا بكيرات اش داروا فيها داكشي زوين. المهم انا ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا. واو بكيره معزه، شوف حولي انت معزه حولي شتيو معزه حولي، اجي شوفوا معزه عاوتاني لي اش اريد. واو معزه اجي تشوف اجي تشوف عاود اجي تشوف عاود. شوفال سميتو الشوفال؟ لا ها هو عاود، ها هو واو شتي
عاود يعني يعني لا ما يعطكش يعني نشوفوا بلاصه الالعاب عليك. وهنا داروا حولي وهنا داروا العاب زوينه. واو شو بطه هاي الدجاجه هاي الدجاجه بطه بطه. وهنا داروا الالعاب الله الجو ديال العربيه. وهنا كاين الالعاب شتي الالعاب. ودابا غنعطيكم النعت فين جات هاد البلاصه. هادي في بوسكوره كيقولوا لها الفيرما ديال بوسكوره. غتمشيو بوسكوره توصلوا للغابه ديالهم في السبت والحد البنات راه كيكون طويج ناس كيكون العجب معجب غير في الغابه. اما هاد البلاصه هادي كتكون الداخل يعني سولوا اي واحد قولوا لهم الفيرما اللي فيها اللبن والريب راه كينعتوها لكم. راه فيها الشوا فيها اللبن فيها الريب واحد فيرما بلديه جو عائلي. الناس ديال العائله والناس الدراوش كيحماقوا على هاد البلاصه منهم انا كتعجبني اختي. وبعد المرات كيف ما دابا نيت كيخرجوا هكا وليداتي مع الربعه من المدرسه فكنهزهم وكنديهم تما كيغيروا الجو وكندير لهم الكوتي يعني ب 1000 ريال حتى 60 درهم فيها الحريره فيها الرايب فيها البيض بلدي كيف ما كتشوفوا زبيده بلديه بريد ديال اتاي. واللي كيحمق هو هذا الملوي تبارك الله كيجي غزال وكيعطيوك هادشي سخون يعني حتى كتكوموندي عاد كيعطيوه لك يعني كتكوموندي عاد كتعمر لك اتاي وعاد كيعطيوك الملوي سخون. صافي اختي نتمنى الروتين ديال اليوم يعجبك وهاد الخريجه هادي حتى هي تعجبك وتاخدي هكا افكار تنتي يجي وليداتك هكا من المدرسه الا كان هكا مول الدار حتى هو معاك تجيو تدوزوا فيها وقيته زوينه. صافي هذا ما كان. خليتكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم. نتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد. سلامه.